أكمل كلامي أخواني أعطوه ولا تقاطعني. خذ فرصتك. أولا يا حجي وعد أنت حلفت وأنت كاذب، اسمح لي بهذا باحترام مع احترامي لك. قلت لم تجد في السنة كلهم من يجيبك وأنا أجبتك وطردتني من العرض. أولا لولا عمر بن الخطاب لما وصلت الخلافة إلى علي. سوف تسألني لماذا، سوف أجيبك، لأن الخلافة كانت ستكون في الأنصار لولا تدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثانيا أنت سألت سؤال مدلس، مع احترامي لكم جميعا، عندما سألت الأخ السني هل عندك دليل من القرآن على خلافة أبي بكر فلم يجيبك فأحال السؤال إليك، قلت له نعم فأحلته أنت إلى السنة. أي تدليس هذا؟ أنت لم تجب له من دليل من القرآن. أنا أعلم وأنت تعلم والجميع يعلم لا يوجد دليل من القرآن على خلافة أحد من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا حديث المباهلة، قلت لماذا دعا كذا وكذا وكذا ولم يدعو عمه ولم تلتزم بالآية، وقد أجبتك قبل ذلك في هذا، قلت لك التزم بالآية، قلت تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وعلي، لماذا علي ولم يدعو عمه؟ إكراما لعلي، لأن نسل آل البيت سيكون من ظهر علي، وإكراما للحسن والحسين، ولم يكن من أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء. بالله عليكم لا تدلسوا. أما النقطة الأخيرة أجيبك عليها وسوف أعطيك توك الآن. موضوع الحلقة، سألتك من قبل جسد الحسين أين ورأس الحسين أين، فمن أين يحج الشيعة، عند الجسد أم عند الرأس؟ وخذ هذا مني هدية توك. شنو يعني هدية توك أخوان؟ أنا ما أعرف شنو سأعطيك توك. ما أعرف. أنت قلت لي أعطيني لايك، قلت لك أعطيك توك مو لايك، علامة توك. أعطيتك إياها الآن جاوب بارك الله. شنو أبو كريم هاي علامة التوك؟ والله ما هذا بدأ يهجر، ما ترفع من البث، هذه ترفع من البث. الله يوفقك، شكرا جزيلا. دعمك البث. السلام عليكم. أنا لي ساعة صار منتظر. السلام عليكم. مو الآن شلون نترك الأخ الدكتور؟ بس تفضل، مو مشكلة دكتور، ابقى وياي سوي جيبك. أولا احنا عندنا وقت، تفضل. بس انتبه ان أول واحد عندك في التيك توك كان أنا يا سيد بعد. أول واحد في التيك توك كان عندك. اي والله، والآن اسمك مو موجود وحقك. الله يشهد حقك. اي والله حقك أبو قصي، الدور لك قبل كل إنسان. الحين رد بس. اي تفضل. طيب رد على سيد، رد على الزمات الاخ اللي قبلي. ماشي اخونا، تسمح لي ارد عليه. تفضل سيدنا، بدون اسمه سيدنا، انت ما تقول تسمح لك، تفضل. الله يعزك حجينا، الله يحفظك ان شاء الله يوفقك. ابدا من الاخير، هو قال اخواني، قال انه اخرج الامام علي بن ابي طالب عليه السلام لانه ابو الحسن والحسين. هل الايه قالت ابو الحسن والحسين ام قالت انفسنا وانفسكم؟ طيب، يقول لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن لديه أبناء، فلذلك أخرج من أخرج الحسن والحسين. لا حبيبي العزيز، صحح معلوماتك. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله كان عمره في السنة 9 للهجرة، توفي قرابة السنة 10 للهجرة، وعمره 18 شهرا. وإمامة بنت أبي العاص مولودة قبل الحسن والحسين، وهي بنت زينب بنت رسول الله كما تذكرون، وهي بقت حية حتى تزوجها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وكانت وكان لا تقاطعني يا أستاذ، لا تقاطعني إمامة بنت أبي العاص، إمامة بنت أبي العاص أكبر من الحسن والحسين. اسمعني حبيبي، اسمعني، إمامة بنت أبي العاص، روح لها ترجمتها في الإصابة في سير أعلام النبلاء للذهبي، كانت أكبر من الحسن والحسين بسنين. أنا سألتك سؤال بس ما لم أسمعه. عمر إبراهيم حينما توفي نهاية السنة 9 للهجرة كان عمره 18 شهرا، 18 شهر، واضح. وإمامة بنت أبي العاص، لا قاطعني، خلي أكمل لك، خلي أكمل لك، اسمعني خلي أكمل لك. إمامة بنت أبي العاص أكبر من الحسن والحسين،
وهي تنسب إلى رسول الله كونها بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكبر من الحسن والحسين بسنين. كلامك حينما تقول لأن النبي ليس له أبناء فأخرج الحسن والحسين هذا كلام خاطئ، فصحح معلوماتك يا أستاذ، صحح معلوماتك، كلامك يا صحيح واضح، ابحث لك عن عبر ثاني. فضل حجينا. طيب الآن أبو قصي